مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أنا ريهام، سني 31 سنة، وزني 106 كيلو، وجاية بعمل النهاردة عملية تكميم في مركز دكتور كريم صبري، لأن عندي مشكلة في الفقرات بتاعت ظهري ومشكلة في فقرات الرقبة، جالي مشكلة بسبب زيادة الوزن، فلقيت حد قريبي كان عنده نفس المشكلة تقريبا وعمل العملية مع دكتور كريم، ولقيت في فرق معايا جامد بعد كده، حس بتحسن كبير، فقررت ان انا اعمل العملية مع دكتور كريم، وان شاء الله يعني تيجي بنتيجة كويسة واشوفكم بإذن الله بعد العملية. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة من ضمن حالات الليست مدام ريهام، 106 كيلو، احنا هنعملها تكميم معده. تكميم المعده هي عمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه اقل من 12 ساعه في المستشفى. من ضمن حالات الليست النهارده في تكميم، في تحويل، في عمليه اصلاح لجراحات سابقه. طبعا تكميم المعده بنستصل جزء كبير من المعده، بنبقى جزء صغير على كاليبريشن تيوب. الحقيقه طبعا ان الجزء ده بيكفينا بوجبه صغيره، بنشبع بسرعه، ما بنجوعش على فترات كبيره، ان شاء الله يعني اقامه اقل من 12 ساعه ما بعد العمليه. بعدها بنخرج لنشاطنا، ممكن اقضي يوم في البيت ما بعد العمليه وننزل شغلنا بعد كده على طول. النزول الوزن هو نزول تدريجي مؤكد ان شاء الله ما بعد العمليه، بحيث ان احنا نرجع لوزننا الطبيعي. هنطمنكم على مدام ريهام ان شاء الله بعد العمليه باذن الله. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الأوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة إلى جزئين، المعدة الجديدة والمعدة المتبقية، أو دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الأنترم. كل ده لازم يتشال بنسبة قد تصل إلى 80%. دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من أجهزة الكي، Advanced Bipolar Technology، اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجود هوميستاسيس، مفيش أي نزيف، مفيش أي مشاكل، الأمور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة. الخطوة الثانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه، نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي لبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقة اللي هي تكميم المعدة. احنا زي ما شفنا العملية سهلة جدا، في خلال 10 دقايق بيتم عملية التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكو عن المعدة، بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى،
وفصلناها باستخدام الدباسات اللي احنا وريناها لكم، الدباسات الامريكي، بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقه اللي احنا شفناها دي. دي المعده اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسالونا طبعا احنا بنطلعها ازاي؟ بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحه ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعده دي، عصرها شويه وبنشفط السوائل اللي فيها، وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحيه. ما تبقى من المعده اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب، عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحه. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعده نخليها عباره عن بالونه، ونشوف احتماليه الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العمليه عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده، المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي، لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت، مفيش دبوس طالع ودبوس نازل. امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب، مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر، يعلي الضغط شويه، عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه، ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان للظروف ما بعد العمليه. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أنا ريهام، أنا لسه طالعة من عملية تكميم من حوالي ساعة بالظبط. الحمد لله العملية مش متعبة خالص وسهلة جدا، وبنصح أي حد محتاج إن هو يعمل التكميم إن هو يجي لدكتور كريم صبري. بجد هو دكتور رائع جدا، والحمد لله عملها بسهولة قوي وما حسيتش بأي تعب، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بطمنكم على مدام ريهام ما بعد عملية تكميم المعدة. عملية تكميم المعدة هي عملية الهدف منها إنقاص الوزن. عملية تكميم المعدة كمان بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، بيتم استئصال جزء كبير من المعدة، بتبقى جزء صغير بناكل فيه، يعني بيزود نسبة الشبع بنسبة كبيرة، ما بنجوعش على فترات كبيرة، وبنشبع بسرعة ما بعد وجبة صغيرة. عملية تكميم المعدة هي من العمليات السهلة في إجراءها، السهلة في الإعادة للنشاط، يمكن أرجعنا لشغلنا ما بعد العملية بيوم، والحمد لله على السلامة. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم،
يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. Masidora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Masidora Gold يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Masidora Gold can bring back the beauty of your face and neck. Masidora Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Masidora Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Masidora Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Masidora Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. Masidora Gold من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of Masidora Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. Masidora Gold أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. يا مساء الخير على كل مشاهدين اتغير مع يومنا، حلقة جديدة. واعتقد كده ان كل التجمعات، لا يعني لما بنخرج خروجة كده ونتجمع كلنا مع بعض خاصة السيدات، بيبقى محور حديثنا دايما عن الجمال وعن التجميل وعن ايه الجديد في عالم التجميل، وعن واحدة صاحبتنا مش موجودة شوفوا دي عملت ايه، دي حلوت ازاي، دي مش عارفة ايه. يعني في ساعات بيبقى فيه شوية نميمة كده لطيفة، يعني مش وحشة. محورها كله التجميل والجمال، لانه دي هي اول اهتمامات السيدات، يعني مش هنقدر ننكر على مستوى العالم كله، مش على مستوى العالم العربي بس. الحقيقة التجميل، مجال التجميل تطور بشكل كبير جدا، واصبحت في حاجات بسيطه جدا بتعمليها وانت قاعده في البيت بدون ما تروحي بقى لدكتور تجميل، بدون ما تروحي تعملي مش عارفه ايه، تديكي اللوك اللي انت عايزاه. واي واحده مننا بتبقى عاوزه دايما تبقى مميزه، مميزه في وسط اصحابها، مميزه في وسط قرايبها، مميزه في وسط مجتمعها عامه، في شغلها، في حياتها، في بيتها، عاوزه تبقى نجمه. كل واحده نفسها تحس ان هي بتبقى نجمه مختلفه ومتميزه، وبتاخد دايما الانظار وبتاخد دايما الاهتمام، والناس كلها بتسالها انت ايه سر حلاوتك، ايه سر جمالك، بدليل ان احنا بنشوف كمان ناس كبيره في السن، يعني يمكن معدين مراحل متقدمه جدا في العمر وما بيبانش عليهم خالص، ونقعد نقول هم ايه سر الجمال ده، ايه سر الحلاوه بتاعتهم دي. السر انه في ناس بتبقى محظوظه لانه هي بتبقى طبيعتها كده او وراثه، وفي ناس هي بتهتم من زمان قوي مش من دلوقتي، يعني هي شغاله على نفسها ومهتمه بنفسها بشكل كبير، ومفيش شك ابدا انه الواحده لما بتهتم بنفسها من بدري العمر ما بيبانش عليها خالص. احنا عارفين انه تقدم العمر هو العدو الاول للمراه والعدو الاول لجمال المراه، لا في ناس ما عندهاش القاعده دي، كسرت القاعده دي، وكل ما بتكبر كل ما بتحلو لانها بتهتم بنفسها بشكل كبير جدا. من اهم التقنيات اللي ساعدت الستات دلوقتي والرجال كمان عشان ما يزعلوش ويقولوا ان احنا ما بنتكلمش عنهم، كريم اتعمل من حوالي 3.5 سنين اسمه ماسيدورا جولد، حقق طفره كبيره جدا، حقق نجاح كبير جدا، حقق لسيدات كتير قوي الحلم اللي هي كانت بتحلم بيه وبتتمناه، انه هي بشرتها تبقى صافيه ونقيه منوره، ما تحطش ميك اب، تستغنى عن الميك اب خالص،
احنا النهارده هنتكلم عن ماسي دروجول، ويمكن ناس كتير جدا طبعا سمعت عنه وعارفاه، بس هنتكلم مع الناس اللي لسه ما عندهاش خلفيه عنه او الناس اللي عايز تعرف معلومات اكتر عنه، مع ضيفتنا العزيزه اللي منورانا النهارده في حلقتنا دكتوره دينا ابو سعود، المدير الطبي لشركات ماسي فارم. يا اهلا يا دكتوره. يا اهلا بيك يا يمنى. ايه الاخبار؟ الحمد لله. يعني الاعداد كلها بتبقى محورها زي ما انا قلت، ايه ده، بصي دي شكلها عملت مش عارفه ايه، دي شكلها بتستخدم ماسي دروجول من الاخر. يعني صح. بيجيبوا من الاخر والله العظيم، لان في ناس ما بتحبش تقول هي بتعمل ايه، فبس هم بيفقسوا الموضوع على طول. يعني حققتوا نجاح كبير جدا في فتره مش كبيره، تفوقتوا على حاجات كتير موجوده قبلكم من زمان. صح. انا عاوز اعرف ايه سر التفوق الهائل ده. سر نجاح ماسي، سر تفوق ماسي، ان ماسي دروجولد يا يمنى اتصنع في 6 سنين. ماسي دروجولد اتصنع في ايطاليا، طبعا كلنا عارفين ان ايطاليا بلد الجمال والتجميل. ماسي دروجولد الكريم على طول بقول هو 3 في 1، يعني ايه؟ هو كريم علاجي بيعالج معظم علامات التقدم في السن في عبوه واحده، كريم تجميلي، كريم وقائي. ماسي دروجولد ليه سر تركيبه منفرده جدا. ايه هي السر؟ ايه سر التركيب؟ سر تركيبته ان اولا هو فيه 56 مكون، كل المكونات اللي فيه غاليه فخمه، البشره محتاجاها جدا. من ال 56 مكون 23 عنصر فعال. سر تركيبته انه متصنع بطريقه النانو تكنولوجي، دي احدث واهم طريقه لتصنيع اي مستحضرات تجميل. سر تركيبه ماسي ان هو الوحيد اللي يقدر يعالج معظم علامات التقدم في السن في علبه واحده. ماسي دروجولد 6 سنين ابحاث، شركه ماسي عملت ابحاث على معظم كل انواع البشره، وكل سنه كانت بتعمل منتج وترجع تقول لا احنا هنصبر لغايه ما نطلع البيست ريزلت والاحسن كواليتي، لغايه ما السنه السادسه وصلوا لاقوى، او انا بعتبره من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، اللي هو كريم ماسي دروجولد، اللي فعلا مش هتلاقي زيه ولا هتلاقي ليه منافس في الماركت. يعني انتوا 6 سنين بتعملوا تجارب. صح. وعلى انواع بشره مختلفه، بشره بقى بيضه، بشره سمراء، بشره جافه، بشره دهنيه. بالزبط. عملتوا كل ده؟ عملنا كل عشان ده. توصلوا لحاجه بتناسب جميع انواع البشره. عشان نوصل عبوه ماسي دروجولد تناسب جميع انواع البشره، جميع انواع البشره، تناسب جميع الوان البشره، تناسب سيدات، تناسب رجال. ففعلا اخذنا وقت طويل في تصنيعه بس عشان نرضي كل الاذواق ونرضي كل فئات المجتمع. يعني معنى كده انه البشره اللي بشرتها فاتحه لو استخدمته هيجيب نفس النتيجه مع اللي بشرتها يعني الغامقه؟ طبعا. طبعا هتدي نفس النتيجه، لان ماسي دروجولد بيديكي نتيجه النضاره من اول دهنه. مش ممكن هتلاقي كريم بيديك نتيجه من اول دهنه، هو فقط ماسي دروجولد. طب ايه النتيجه اللي بشوفها من ماسي دروجولد؟ اول ما ماسي دروجولد بتحطيه على بشرتك، اولا هو بينشط الدوره الدمويه جدا. طب يا دكتوره دينا انا بحس بشويه لسعان او حرقان خفيف قوي في بشرتي، ده نتيجه ايه؟ نتيجه الذهب. ماسي دروجولد ال 120 ملي فيه جزيئات ذهب. الذهب بيعمل ايه على البشره؟ الذهب مهم جدا يا يمنى. الذهب اول حاجه بينشط الدوره الدمويه فبيديك نتيجه النضاره من اول دهنه. الذهب بيشتغل على التجاعيد، الذهب بيشتغل از ديتوكس، يعني بيشيل كل السموم والشوائب والاتربه من على البشره، فبتلاقي بشرتك صافيه ونظيفه فاوريدي بتتفتحي. الذهب كله مضادات اكسده. الذهب بيعمل حاجه مهمه قوي، انه بيحفز على انتاج كولاجين. انت مع التقدم في السن اي واحد فينا سواء سيده او رجل الكولاجين نسبته بتقل من البشره، فاوريدي الذهب بيحفز على انتاج كولاجين من طبقات الجلد السفليه. عندك الذهب بيشتغل على الميلانين، دي حاجه مهمه جدا. ان الميلانين هو ايه؟ تصبغات اللي هي الماده المسؤوله عن بتلاقي بقع في بشرتك، بتلاقي تصبغات في بشرتك، دي نتيجه افراز الميلانين باكسسيف، بيبقى اكتر من اللزوم. فاوريدي بيقلل الافراز الميلانين وبيرجع الميلانين لوضعه الطبيعي، فبتلاقي وشك كله لون واحد. مهم قوي ان انا ابص على اي ست الاقي وشها رايق، وشها صافي طبعا، ما فيهوش بقع. دي بديهيات الجمال طبعا. يعني بديهيات الجمال انك تبص في وش الواحده يعني وشها منور زي ما بيقولوا، يعني بتبقى اتراكتيف. جذابه. مش مهم الجمال، يعني على طول بقول مش مهم انها تبقى الجمال الصارخ، العينين المرسومه والمناخير والبق. طبعا مهم انها انك انت تحبي تبصي لوشها، تشوفي طلتها حلوه، يبقى سمح كده. فده فعلا بيتحقق مع كريم ماسي دروجولد. سر كمان ماسي ان ماسي
تقدري بعلبة واحدة يغنيك عن كل الكريمات اللي كنت بتستخدميها يوميا. بيقدر يغنيك عن كريم النهاري، بيقدر يغنيك عن كريم الليل، بيقدر يغنيك عن الكريم اللي تحت العين أو السيرم اللي تحت العين، يقدر يغنيك عن كريم للنك أو للرقبة. فتخيلي يقدر يغني عن كريم التفتيح كمان، ويقدر يغني لأن أنت عندك ماسي دروجولد من أهم أكشناته الوايتنينج. عندك الكافيار بيفتح جدا البشرة، ماسي دروجولد 120 ملي في كافيار. لو جبت سيره الكافيار، الكافيار مهم جدا للبشره. الكافيار ايه اهميته للبشره؟ وايتنينج زي ما قلت يا يمنى، بيفتح جدا. الكافيار 70% منه ميه في مرطب هايل. الكافيار انتي رينكل، بكافيار تقدري تعالجي التجاعيد. الكافيار كله مضادات اكسده، كله املاح، احماض امينيه، اوميجا، فيتامينز. الكافيار ده موجود في قاع البحر. اي واحده فينا بتقعد على البيتش بتلاقي شكلها زي القمر، صح، وهي غسله وشها. بتلاقي وشها في نضاره، في حيويه. اي حاجه جايه من البحر بتدي طاقه، يود، اوميجا. فانت تخيلي الكافيار ده، بيض السمك ده، موجود في قاع البحر. فشوفي قد ايه مهم للبشره. وبعدين غالي، ده بيتعمل عليه كريمات لوحده. ايوه صح، هو غالي. نجمات عالميات تقول لك اصلا انا بستخدم كريم بالكافيار. اصرحوا انا، وعايزه اقول لك سيدات كتير في اوروبا استغنوا عن الميك اب تماما وبيستخدموا ماسكات كافيار. عندك كمان عنصر مهم قوي في ماسي دروجولد، السيراميد. السيراميد يا يمنى، يعني السيراميد يمكن دكتور اوز عمل ابحاث كتيره عن ماده السيراميد، وقدر يثبت في ابحاثه ان هذه الماده تقدر توقع من شكل 10 سنين، من شكل عمر بشرتي 10 سنين. طب ازاي هذه الماده تقدر تعمل ده؟ لان الماده دي اولا هي موجوده في بشرتنا، ومع التقدم في السن بتقل. الماده دي ماده شمعيه بتقدر تلزق الخلايا ببعضها وتمنع ترهل الجلد. فانت كل ما بتكبري وشك ما بيحصلوش ارتخاء، وشك بيفضل فرد ومشدود. كمان هو ليه انتي انفلاماتوري ايفكت، يعني ضد اي التهابات بتبقى موجوده في البشره، وبيمنع من اختراق اي مايكرو اورجانيزم او اي بكتيريا للبشره. فكمان ماده السيراميد موجوده في ماسي دروجولد. عندك الفيلر، يعني ده انتوا حاطين حاجات عظيمه جدا ومفيده وغاليه جدا. طبعا ماده الفيلر كلنا عارفين ان الفيلر بيبقى ملي، ودلوقتي اصلا الحقنه بقت غاليه جدا. تخيلي انت 120 ملي كلهم فيلر. الفيلر الماده دي مهمه جدا، انها بتعالج التجاعيد، وكمان ليها حاجه مهمه قوي انها بتحافظ على الميه تحت الجلد. لان ماده الفيلر بتقدر بتشتغل زي السفنجه، تقدر تمتص الميه اللي بنشرب 1000 حجم ضعفها. وكل ما تحس ان البشره جافه تبتدي توزع الميه على حسب احتياج البشره. كتير مننا بينسى يشرب ميه. طب كتير مننا هيقول لك لا مش عايز اشرب ميه، اشرب اي حاجه ثانيه، عصاير او وات ايفر. ده مش صح طبعا، بس حتى لو انا نسيت اشرب ميه مش هخاف على بشرتي من الجفاف. دي حاجه مهمه جدا. عندي يعني اللي بيعملوا بوتوكس وفيلر يقدروا يستغنوا شويه عن البوتوكس والفيلر. طبعا. عندي كتير عملاء اوريدي استغنوا عن الحقن الفيلر والبوتوكس مع استخدام ماسي دروجولد. وفي فئه ثانيه من العملاء عندي برضو بيحبوا الحقن طبعا، وعلى طول بقول ان الفيلر والبوتوكس بيديكي تجاعيد اون ذا سبوت. فبس انا مهم قوي ان انا انصح كل الفئه اللي بتحقن فيلر وبوتوكس انها تستخدم ماسي دروجولد يعني برضو مع لازم. البوتوكس والفيلر ده لازم جدا. طب ليه استخدمه مع البوتوكس والفيلر؟ لان اولا ماسي دروجولد يقدر يعزز مده الحقن، ويقدر يطول مفعول الحقن. وكمان عندك مكونات موجوده في ماسي مش موجوده في حقن الفيلر والبوتوكس، زي الذهب، زي الكافيار، زي الكولاجين. كل الحاجات دي مهمه كمان للبشره. احنا عاوزين نقول للناس ان شركه ماسي فارم عامله عرض حلو جدا. صح ولا غلط؟ عاملين عرض حلو قوي لمنتج ماسي دروجولد، خصم 30%. يمكن كل الساده المشاهدين او الساده العملاء، دكتوره دينا نفسنا في خصم، اتعامل خصم كبير قوي. نفسنا حتى يقول لك نفسنا في عبوه صغيره بسعر اقل كتير. بس طبعا لازم اقول لكل الساده المشاهدين ما عندناش عبوات صغيره. لازم الكورس يتاخد 120 ملي. الكورس حجمه موحد، لازم يتاخد لمده 6 شهور. لكن الخصم حلو قوي، الخصم على كميه محدوده جدا، فان شاء الله كل الساده المشاهدين تقدر تستفاد بخصم كريم ماسي دروجولد. في يعني عاملين على ابوات معينه ولا احنا اوريدي؟ احنا اوريدي كنا عاملين على كميه كبيره والكميه خلصت، فقلت للشركه بليز، لان عندنا عملاء كتير نفسهم يستفادوا بالعرض،
فلبوا الطلب وعملوا على كمية تانية. بس فعلا انت عارفة احنا كمصريين بنحب قوي الخصومات او حتى وقت العروض. فبتلاقي العميل او العميلة بياخدوا كذا علبة. حلو الخصومات والعروض والحاجات دي عشان بتسهل على الناس اللي ما قدرش يجيب في وقت معين يجيب في وقت العرض. ودلوقتي على طول بقول ان فعلا سعر ماسي في متناول ناس كتير قوي. يعني بالنسبة لمكوناته وبالنسبة لنتائجه وبالنسبة للسكس اكشنز وفوائده فعلا دلوقتي سعره حلو قوي، وان شاء الله الناس كلها تقدر تشتري ماسي دلوقتي. طب احنا عاوزين نعرف السكس اكشنز، يعني الحاجات او الوظائف او المشاكل اللي بيعالجها ماسي دورو جولد، ايه هي؟ اهم الوظائف السكس اكشنز طبعا مكتوبين على العلبة. على مكتوب اول حاجه انتي رينكل، اللي هو ستات كتير قوي بتتضايق من شكل تجاعيده طلعت خط طلع بيبقى يوم بقى خلاص كده يوم مش فايت معاه، فهو اوريدي انتي رينكل. عندك انتي ايج، يعني بيحارب شيخوخه البشره، يعني انا استخدمه من وانا عندي 20 سنه عشان اقاوم من ظهور علامات التقدم في السن. عندك وايتنينج، من وانا عندي 20 سنه، من وانا عندي 20 سنه بستخدمه عشان اعمل وقايه. انت عارفه كل ما بتتقدمي في السن الكولاجين بيقل، الكولاجين ليفل بيقل، الهيالورونيك اسيد بيقل، فيتامينز بتقل في البشره، حاجات كتير، فلازم اعمل بالانس للنقصان ده. يمكن هو ده اللي انا قلته، انه في ستات تبقى عندها 70 سنه و80 سنه ويبان عندها 40 سنه، صح، ويقعدوا يقولوا دول عاملين ايه، دول ايه، ما هم هم فعلا مهتمين من وهم عندهم 20 سنه. من وهم عندهم 20 سنه بقى بتلاقي ستات 40 وبتفتكريها عندها 30 مثلا. بيحصل طبعا. احنا معانا طريقه الاستخدام على الشاشه، تقولي لي بقى بيستخدم ازاي وامتى وفي مواعيد معينه؟ طبعا احنا شايفين يومنا دي نتيجه من اول دهنه. يعني انت شايفه كميه الذهب، كميه الجلو، البنت مش حاطه ميك اب اطلاقا، استخدمت ميسي دورو جولد فقط، فبتلاقي نتيجه النضاره من اول دهنه. احنا بنضغط 4 ضغطات على كف ايدينا يوميا صباحا ومساء. طب يا دكتوره دينا انا عايزه احطه مره واحده بس، فبفضل ان احنا نستخدمه بالليل. ليه؟ عشان استجابه البشره بالليل بتبقى اعلى بكتير من الصبح. تمام. فاحنا بنضغط 4 ضغطات على كف ايدينا، بنوزعه على الوش كله وتحت العين والرقبه. فيري جنتل مساج من تحت لفوق، هنحس بشويه سخونيه بسيطه جدا نتيجه تنشيط الدوره الدمويه. وما ننساش الجبهه. فهو دي طريقه، ما بتغسلش، احنا بنستخدمه وبننام بيه عادي جدا. اهم حاجه الصبح نغسل وشنا، بنصحى الصبح نغسل وشنا، بس اهم حاجه قبل ما نستخدم ماسي بتبقى البشره نظيفه. احنا شايفين اهو هي بيضه وزي القمر وشكلها حلو. طب مع البشره الغامقه برضو يعمل نفس الايفكت، بيعمل نتيجه تحفه مع البشره الغامقه، وبيعمل نتيجه تحفه مع البشره القمحيه كمان. فهو اوريدي مناسب لكل الوان البشره، بيدي نفس النتيجه دي مع جميع الوان وانواع البشره. وهنستغنى عن الميك اب بقى على كده، حتى روج هو اصروج طبعاً. احنا هو الميك اب المقصود بايه؟ ان انت ما تحطيش بيز وما تحطيش باودر وما تحطيش كونسيلر وما تحطيش ال 500 حاجه اللي بتتحط. بعدين انا لو عندي هالات سودا كتيره وحطيت كونسيلر بتزرق بقى تحت طبعا بتقشر وشكلها بيبقى زي الزفت. وبعدين والصبح كمان ما ينفعش الواحد يحط ميك اب الصبح كتير. يعني وعايزه اقول لك بنات كتير بيبقى عندها فاين لاينز هنا تحت، اول ما تحط الكونسيلر والباودر الباودر بيشقق، فالاوريدي التجاعيد بتبان اكتر. فانا على طول بنصح ان احنا نستخدم ماسي دورو جولد، ان احنا نعالج الكواليتي بتاعه الجلد ونعالج جلد نعالج الجلد نفسه، وما نحتاجش نحط غير روج وماسكره وشويه كحل وخلاص صبح وبالليل. يعني بس مهم قوي برضو يا يمنى اقول ان في سيدات كتير بتحب الميك اب، هو لا يتعارض مع الميك اب اطلاقا. يعني بالعكس انا بنصح باستخدام الماسي دورو جولد قبل الميك اب عشان بيعمل طبقه واقيه من اختراق الميك اب للبشره. يعني اقدر استخدمه قبل الميك اب بس هو مش فاونديشن. لا 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 ده انا بحطه از بيز عشان انت عارفه الميك اب كتير بيعمل سايد افكتس وبيرهق البشره قوي. فانا بحطه بيز ان انا بعمل طبقه واقيه او طبقه عازله من اختراق الميك اب للجلد نفسه. لكن هو طبعا هو مش ميك اب، هو علاجي، ده كريم علاجي ووقائي وتجميلي في نفس الوقت. كان حد بعت لي سؤال قبل كده بيقول طب طالما هو فيه فيلر اقدر احطه على بقي؟ بعتولك هو ماسي دورو جولد ما بتحطش في البق خالص، ما بتحطش على الشفايف خالص، هو بيتحط على الوش. كتير بيقول لي طب هل هو هينفخ وشي؟ هو ماسي دورو جولد كريم هو ما بينفخش الوش، هو بيرده يديله صحه، فتحس ان كتير وشك اتملى. فهو بيعمل ده جدا، يعني وشك نور بالظبط يعني دور كده ونور وشكله بالزبط. بقى حلو، بيبقى شكله حلو جدا طبعا. النتيجه يا يمنى كتير بيستعجلوا من العملاء على النتيجه، انا يا دكتوره دينا حطيته امبارح لسه التجاعيد موجوده، مش معقوله ان هو هيتحط مره واحده والتجاعيد تروح.
فعلى طول بقول نتيجة ماسي النضارة بشوفها من أول دهنة، الحلاوة والنعومة بتاعة البشرة وأحيانا شد الجلد بشوفه من أول دهنة. شد لطيف صح؟ شد طبعا بيبقى شكله حلو طبيعي. طبعا طبيعي جدا، مش اللي هو الماسك فيه. لا 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 لا, لا مفيش الكلام ده كريم، ده مش عمليات جراحية يعني. لكن نتيجة التجاعيد أو البقع أو النمش، كتير عندي عملاء اتبسطوا جدا من نتيجته على النمش، التجاعيد، كل الحاجات دي بتشوفي نتيجة أول شهر وكل شهر بتشوفي نتيجة عن الشهر اللي قبليه. لكن بحب أدي رينج بقى من شهر لثلاث أربع شهور بتشوفي نتيجة ملحوظة وممتازة جدا بالنسبة لعلامات التقدم في السن. يعني مع الاستخدام اليومي يوميا، هو كورس علاجي عشان ما حدش زي الناس اللي بتبعتي تقولي ده انا بستخدمه مرتين في الاسبوع. لا ما ينفعش ولا مرة في الاسبوع عشان ما يخلص، عشان انا بخايفة عليه والحاجات دي. لا مش هينفع. لا 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 خالص، ده كورس علاجي لازم يستخدم يوميا. ما عنديش مشكله لو نسينا يوم، لكن على طول نعمل ري ابلاي تاني يوم، لكن هو ما يستخدمش مره او مرتين في الاسبوع اطلاقا، يوميا يعني. يوميا لازم. طب الناس، عشان في ناس برضو بتقول لي ايه، انا ساعات بيصحى صلوا الفجر بالليل، يعني اكتر يعني اقل مده ممكن يحطوه يغسلوا وشهم بعد كده؟ العملاء بقول لهم ما فيش مشكله، انت بتحطيه الساعه 10 وبتصحي الساعه 4 تصلي الفجر، اهم حاجه قبلها بساعتين يعني ندي رينج ساعتين ثلاثه. ساعتين ثلاثه تكون بالزبط. بس البشره اتشربت، وهو كمان ناعم جدا يا جماعه. صح. يعني هو بتحطوه بتلاقوه تشرب على طول. على طول ولا بتحسه بتزييت ولا لانه في البشره الدهنيه بتبقى بتعاني على. صح. فكره مش اي حاجه بتنفعها. ماسي دروجولد اولا متصنع بطريقه النانو تكنولوجي، فدي طريقه حلوه قوي لتلائم لجميع انواع البشره، ان هو ما بيسيبش اي اويلز على البشره وبيخترق البشره بسرعه جدا. كمان ماسي دروجولد البيز بتاعه اكوا مش اويل، فاوريدي ما بيسيبش اي طبقه زيتيه على البشره اطلاقا. فهو انت بعد ما بتحطيه بثلاث اربع دقائق بتشوفي تنويره في الوش، ريديانس جلو لمعان، لكن ما بتحسيش انك انت حاطه كريم على بشرة. وبعدين الذهب بقى بيبقى باين، بيبقى جميل طبعًا. يعني احساس حلو جدا ان انت تبقي ماشيه كده وفخامه يعني، عارفه، وحاطه والذهب باين على. وبعدين ذهب مش باودر، مش بودره، قطع بارتكلز، حتت الذهب ومتصنع بطريقه النانو، ان جزيئات الذهب برضو مفرومه جدا وتقدر تخترق البشره. هو فيه جولد بارتكلز عيار 23، ومع كل علبه بيبقى فيه كارت صغير او سيرتيفيكت جارانتي ان هو بيحتوي على جزيئات ذهب عيار 23. نفكر السادة المشاهدين بالعرض اللي عاملاه شركة ماسي فارم. شركة ماسي عاملة عرض حلو قوي، 30% خصم من سعر ماسي دروجولد الأساسي. العرض يا يمنى على كمية محدودة، أتمنى أن كل السادة المشاهدين تقدر تستفاد بعرض ماسي دروجولد، لأن أعتقد ده أقوى عرض اتعمل في شركة ماسي فارم. طيب نروح لتقرير، يلا بينا. ماسي دورو جولد، خبراء العناية بالبشرة، قبل التحدي وقررنا نخوض تجربة صعبة جدا لاختيار نماذج وشخصيات من الناس، وكمان صعبة في توقيتها لأنها ببساطة بترصد تأثير الكريم على البشرة على مدار سنة كاملة. فريق عمل ماسي عمل التقرير ده في 12 شهر، حاجة صعبة مش كده؟ أنا عندي مشاكل كتير قوي في بشرتي وجربت حلول كتيرة وما نفعتش، لحد ما شفت إعلان ماسي درو جولد فقررت ان انا استعمله، وباذن الله هيجيب نتيجه كويسه. عندي مشاكل كتير في بشرتي، استخدمت علاج كتير ما جابش معايا اي نتيجه، صاحبتي نصحوني استخدم ماسي درو جولد، وان شاء الله هستخدمه واوريكم النتيجه. انا عندي مشاكل كتير في بشرتي، فاصحابي نصحوني استخدم كريم ماسي درو جولد، وان شاء الله هستخدمه هيجيب معايا نتيجه جيده. كان هدف التجربه اظهار تاثير الكريم مش بس على موديل جميلة، لا، كمان الهدف الأكبر إنه يظهر تأثيره على نماذج عادية بتحلم بالشباب الدائم والرضا عن مظهرها وشكلها. بعد استخدامي للكريم لمدة 6 شهور حسب تحسن رهيب، وإن شاء الله هستمر عليه لغاية ما أرجع بعمري 10 سنين ورا. ونصيحة لكل السيدات يستخدموه. الحمد لله بعد استخدامي للكريم ب6 شهور حاسس بتحسن اكتر، وان شاء الله بعد ما اخلص الكورس هرجع بشكل 10 سنين فاتوا واكتر. انا استخدمت كريم لمده 6 شهور والحمد لله جايب نتيجه كويسه جدا معايا وهايله، وبنصح كل ست تجربه وهتحس اكيد بالفرق جامد، ولسه هكمل الكورس. الفرق واضح جدا بعد استخدام ماسي دورو جولد، واكيد زي ما هو معروف
ممكن استخدامه على الوجه والرقبة، وكمان ممكن نستخدمه على أي جزء من الجسم محتاجين إنه يظهر بالشكل اللي بنحلم بيه. بعد استخدام الميسي دور جولد على وشي، هي دي نتيجة وأنا راضي عليها جدا، بس اكتشفت إن في فرق كبير بين إيدي ووشي، فعشان كده إن شاء الله هستخدمها على إيدي. نماذج مختلفة اختارت ماسي دورو جولد، وأكيد جد دور عليك علشان تقرر استخدام ماسي دورو جولد. بعد استخدام الماسي دي النتيجة اللي أنا وصلت لها وأنا راضي عنها جدا، وبنصح كل الناس يستخدموه. بعد استخدام الماسي دورو جولد لمدة سنة حسيت بنتيجة مبهرة، وبنصح كل الناس باستخدام ماسي دورو جولد. بعد استخدام الماسي دورو جولد هي دي النتيجة أنا راضي عليها قوي، وبنصح كل السيدات باستخدامه. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. ماسي دورو جولد 10 سنوات أصغر. يعني الثلاث شخصيات اللي شفناهم في التقرير دول زيهم زي أي زي ناس كتير قوي. أيوة. في المحافظات وفي البيوت، أهالينا، امرأة عاملة، موظفة، ناس عادية. يعني ليه يعني أنا عجبني التقرير ده ليه؟ عشان أنتوا ما جبتوش فيه زي ما يقال يعني أنه أنتوا بتوع طبقة معينة أو بتوع صح. ناس المشاهير أو الناس صح. اللي بتطلع في التلفزيون أو فاهمة نجوم صح. المجتمع صح. يعني بمعنى أصح فعلا يا يمنى، كتير بيقول لي يا دكتوره دينا انتوا عاملين ماسي دورو جولد لنجوم المجتمع اطلاقا. عايز اقول لك عندنا عملاء من جميع الفئات، فيقول لي يا دكتوره دينا ازاي جميع الفئات؟ يعني يقول لي يا دكتوره دي انت بتطلعي تقولي في التلفزيون هو لجميع الفئات. ده فعلا على فكره، يعني انا كتير بتابع الكول سنتر بنفسي، واحيانا برد على العملاء، مش طول الوقت، احيانا برد على العملاء، لا احنا اوريدي وصلنا لجميع فئات المجتمع. يعني ما بقاش الاعتناء بنفسي او ان انا عايزه ابقى ست جميله مقتصر على حد معين، كل الستات عايزه تبقى حلوه طبعا، كل الستات عايزه يبقى عندها ثقه يعني. بنفسها. فاوريدي احنا وصلنا، ووصلنا عايز اقول لك احنا وصلنا مش بس المحافظات، عندنا مراكز، عندنا نجع، عندنا حتت في كل حته يعني كرة. خط الصعيد كره، عندنا كرة، عندنا سيدات مش بس عاملات، عندنا سيدات ربات منزل مهتمية جدا بنفسها، عايزة تفضل حلوة، خايفة من السن، سن مش في صالح الستات كتيرة جدا طبعا. يعني يمكن خاصة مثلا بقى لو خلفت كم مرة وحياتها فيها شوية مشاكل. أيوة طبعا. بتخس وبتتخن طبعا. يعني بصوا كل حاجة بصراحة، الأكل كمان دلوقتي، الأكل يعني كل حاجة ضد البشرة، يعني كل حاجة ضد طبيعة بشرة. الشمس يا يمنى، الشمس، السموكينج، وقفتك في المطبخ، السخونية دي، تدخين الشباب يعني، واللي بالشيشة والحاجة دي، وانت واقفة بتطبخي، السخونية بتاعت طبعًا. الأكل دي مش حلوة خالص لبشرتك عشان تبقي فاهمة. صح. خلفتي كم مرة، خسيتي وتخنتي كم مره، بتطلعي بتشتغلي مش عارفه ايه، طبيعه عملك، طبيعه شغلك، صح، كل ده ضد ان انت تبقي شباب على طول وتبقي حلوه على طول. واعتقد يعني كتير من السيدات بقى لو خلاص 20 لسه صغيره، 30 و40 50 بتبتدي تخاف هي فعلا. فاوريدي بقول احنا مع ماسي دورو جولد مش هنخاف، احنا هنعجز بذكاء جدا. هنعجز وهيبقى شكلنا حلو وشكلنا زي القمر، وهيبقى عندنا ثقه بنفسنا، وهنقول سننا عادي. يمكن كتير من الستات انا بقول سني عادي عادي. انا بستخدم ماسك جولد مبسوطه، فما فيش اي مشكله. يعني تلاقي انا كتير مثلا الاقي سيده تنزل 10 سنين من سنها الحقيقي. طبعا طبعا يا فندم بيحصل. ايوه فبالعكس انا على طول بقول ممكن سيدات يبقى سنهم كبير وتقولي انت عندك كام سنه، ايه ده مش باين عليكي، وده حصل مع ماسي.
ده يعني كلمة جميلة قوي الكلمة دي. طب ايه ده بجد انت مش باينة، وبعدين تلاقي بناتها كبار جنبها انت مش باينة، فدي حاجة حلوة يعني طبعًا. دي حاجة حلوة جدا، تدي لأي ستة ثقة بنفسها. مع ماسي دروجولد مش هنخاف أبدا من تقدم العمر، مع ماسي دروجولد هيبقى عندنا ثقة، سواء هننتج في شغلنا، سواء في بيتنا مع زوجنا مع أولادنا، هتلاقي عندك طاقة إيجابية جدا. ودي حاجة بقولك إيه دلوقتي، هيقولك يعني هو كريم هيعمل كل ده يعني يعني بعض المتشككين أو الناس اللي يعني بتحب كل واحد طبعا رأيه يحترم صح. يعني بس هيقولك يعني هو كريم هيعمل ده كله، مش مساله كريم هيعمل ده كله، مساله انه حاجه اتعملت بتدي نتيجه حلوه للستات او للرجاله، بتحسن من شكلهم هتعمل ده. طب اقول لك على عميله بتكلمني تقول لي يا دكتوره دينا انت عارفه ايه اكتر حاجه بسطاني؟ فالناس ممكن الناس تضحك عليا دلوقتي، بتقول لي يا دكتوره دينا انا ما بقاش عندي ضغط، هي كان عندها ضغط عالي يا عيني، تقول لك كنت بشوف لا وزهقانه فقلت هو طبعا ماسي ملوش علاقه بالقصه دي، بس هي بتقول لي وشي اتظبط، جوزي مبسوط قوي، بيقولي انت احلى ست في الدنيا، وماسي ده افضلي عليه على طول، فهي التمبر بتاعها بقى هادي. فاوريدي على فكره بيعالج المشكله النفسيه بتتعالج طبعا، اوريدي الدنيا. انت عارفه كام في الميه من سيدات مصر او رجال كمان عندهم مشاكل نفسيه بسبب شكلهم؟ عندهم حالات اكتئاب بسبب شكلهم طبعا. ما بيحبوش يخرجوا من البيت خالص بسبب شكلهم. الحساسية عندهم بتبقى زيادة جدا، والعصبية والنرف بيبقى عالي جدا بسبب انه هي مش راضية عن شكلها. اي كلمة اتقالت بحسن نية بتاخدها هي، بتترجمها هي بطريقتها، انه لا ده بيتكلموا عليا، لا ده قصدهم مش عارفة ايه. جوزها لو بيهزر معها هزار عادي عادي تقول له لا انت قصدك ان انا شكلي وحش يعني انت قصدك ايه. وستات كتير جدا من اللي بتتفرج عليا دلوقتي هتبقى عارفه انا قصدي ايه ومرت بالتجارب دي. فالشكل عليه عامل مهم جدا طبعًا. يعني بيدعم الثقه بالنفس بشكل طبعًا. كبير جدا طبعًا. بيخلينا ايجابيين، بيخلينا عادي مش هممنا اي صح. حاجه. الواحده لما بتبقى شكلها هي على الاقل راضيه، هي مهمه، اهم حاجه انها تبقى راضيه عن شكلها على فكره صح. تبص في المرايه مبسوطه، مش فيش حاجه مضايقاها، والله لو كانت ايه بقى، هي باصه في المرايه هي مبسوطه واثقه في نفسها ومبسوطه. فده بيرفع جدا من روحها المعنويه يا جماعه. حالات اكتئاب كتير جدا، وناس بتبعت لي كتير جدا انه نفسيتها محطمه ومدمره، والله العظيم والله بيقولوا لي انا نفسيتي متدمره، انا ما بخرجش من البيت، انا جوزي قرب ينفصل عني بسبب ان هو على طول مثلا بيبقى زيارات عائليه، افراح، مناسبات، مش عارفه ايه، وانا قاعده في البيت مش عاوزه اخرج مكسوفه. لا والا بقى لو قارنها بفلانه بقى لا قارنها بفلانه دي معناها لا لا بس لا ده بيحصل كله اسكوز مي على راي الفنانه فيفي عبد. لا ما حدش يعمل كده خالص، ما فيش حد يقارن واحده بواحده. دي تبقى سقطه بس يعني بيحصل والله يا منى، انا بشوف ده يعني. فعلى طول بقول احنا فعلا مع ماسي دروجولد هيبقى عندنا ثقه بنفسنا، ومش هنقلق ابدا يعني. مهم قوي اقول ان ماسي كفايه انك بيديكي نضاره من اول، بيديكي حلاوه من اول ما بتدهنيه. ماسي دروجولد بيديكي نتيجه من اول شهر تحفه. يعني على طول بقول هو ماسي دروجولد ما بيعالجش التجاعيد من اول دهنه. انت هو يوميا ماسي دروجولد بيمتص منه 5% من الميه، فانت اول شهر بتشوفي تحسن ملحوظ، فانت خلاص بقى انت من اول شهر مبسوطه بالنتيجه صحيح. فانت تخيلي كل شهر انت بتغذي بشرتك 56 مكون، كل شهر بتغذي بشرتك بذهب، كافيار، كولاجين، فيلر، سيراميد، تين اوكسيد والتيتانيوم داكسايد، سان بلوك. فانت متخيله انت بتحطي ايه في بشرتك يوميا؟ طبعا. احنا عاوزين نفكر الساده المشاهدين بالعرض بتاعنا. شركه ماسي فارما عامله عرض حلو قوي، 30% خصم من سعر ماسي دروجولد الاساسي. بتمنى ان كل الساده المشاهدين اللي عايزين يحصلوا على ماسي دروجولد، اعتقد ان ده انسب وقت عشان لما العبوات بتاعه العرض تخلص ما تكلمونيش دكتوره دينا نزلنا العرض تاني. اوريدي هو العبوات اتنسفت، حطينا كميه تانية محدوده، فان شاء الله كل الناس تقدر تشتري يعني. طيب ماسي دروجولد منتج مرخص، ويمكن ده بيجاوب على سؤال ناس كتير، اللي هو انا اضمن منين ان المنتج ده يجيب معايا نتيجه او المنتج ده يبقى كويس؟ ماسي دروجولد طبعا بيجيب نتيجه ممتازه. احنا واخدين ترخيص وزاره الصحه المصريه، واخدين ترخيص الاتحاد الاوروبي، واخدين ترخيص الامارات، حكومه دبي. فاوريدي منتج امن، واخد تراخيص من 3 جهات مختلفه. كل علبه من علب ماسي دروجولد رقم تسجيل وزاره الصحه المصريه مكتوب على العلبه. ماسي دروجولد امن، ملوش اي اعراض جانبيه خالص، يستخدم لجميع انواع البشره، يستخدم لجميع الوان البشره،
مناسب للسيدات، مناسب جدا 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 للرجال ايضا. مناسب لجميع الاعمار ابتداء من 18 سنه. السيدات الحوامل بتستخدم ماسي دروجولد من بعد الشهر الثالث، يعني الحوامل عادي بعد الشهر الثالث مفيش اي مشكله خالص. والرجال، طب الرجال بيقولوا ده احنا كل ده فاكرين ان انتوا ان احنا لا دور في الموضوع. لا ده ليهم دور قوي جدا. طب عايز اقول لك ايه، النهارده عميله حجزت مني ماسي واخداها كادو لجوزها اصلا. يا جميلة. اه والله العظيم. في اسكندريه هي فواخدها كدوك لجوزها. فاوريدي هو ده دلوقتي الزوجات بيهادوا ماسي دروجولد. شفتوا هي بتدلع زوجها. اصلا انا احب اقف في صف الرجال والله العظيم دايما. لان في فعلا رجال طيبين جدا طبعا، ويعني عكس الصوره اللي كتير بيصدروها. يعني فهو جايبه هديه لزوجها. شايفين الدلع والرقه والجمال. أيوه. ما هي لما تبدا معاه بحاجه كويسه هو اكيد كمان هيبقى كويس. هي بتقدم معاها. بقى بتقدم السبت. أيوة. عشان تلاقي الحد وبقيه. أيوة. الاسبوع. بالظبط. الفروع بتاعتكم موجوده فين بقى؟ شركه ماسي طبعا هي شركه عالميه مالتي ناشونال. عندنا شركتنا الام موجوده في ايطاليا، شركه ماسي فارم ايطالي. شركتنا في مصر ماسي فارم ايجيبت، مقرها القاهره مصر طبعا، ارقامها ظاهره على الشاشه. عندنا شركه دبي ماسي فارم جلف لمستحضرات التجميل، مقرها جبل علي دبي الامارات. ان شاء الله هنفتح في امريكا قريب ماسي فارم فيلادلفيا، مقرها فيلادلفيا امريكا. طيب يعني منتشرين ماسي فارم امريكا. امريكا ما قرها في فيلادلفيا. اه يعني منتشرين، اخذتوا من اوروبا وامريكا والوطن العربي. ده انا عايزه اقول لك احنا اسيا بقى. وصلنا على فكره لاسيا، وصلنا في كل حته. وصلنا في كل حته يومنا. يعني كتير من الساده المشاهدين بيتفرجوا علينا من خارج مصر. وبيتكلموا عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه وبيوصل لهم. وصلنا لامريكا، لان يقول لي يا دكتوره دينا شركتكم في امريكا هي اندر كونستراكشن لسه. فاوريدي عندنا عملاء في امريكا بيكلموا من خلال الارقام اللي ظهر على الشاشه. عندنا عملاء في الكويت، في السعوديه، في هولندا، في باريس. بس كل شعبيه فظيعه في الامارات. طبعا فظيعه. مش متخيله. انا بحب الامارات جدا. أيوة. بحب شعبها وبحب البلد طبعا. دي جدا. وتحياتي ليهم طبعا، وبزورها كتير. ناس كتير قوي بتوقفني تسالني عن ماسي دروجولد كتير. وعندنا عملاء كتير في الكويت، بحرين، السعوديه، الامارات طبعا كتير جدا. واحنا اوريدي عندنا شركه في الامارات، يعني شركتين كمان. عندنا في كل حته يومنا الحمد لله. احنا وصلنا في كل بلاد العالم. وسهل قوي اي حد بيتفرج علينا من خارج مصر بيتكلم عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه. المنتج بيوصل في خلال 5 ايام بس. ده لو خارج مصر. خارج مصر. طب لو في مصر؟ في مصر بنوصل في نفس اليوم. دي حاجه حلوه قوي. بنوصل لو محافظه زي القاهره، زي اسكندريه، منصوره، الحاجات دي كلها بتوصل في نفس اليوم. منوفيه الشرقيه، وسعيد، الحاجات دي. في حتت شويه بعيده زي الغردقه، عندنا عملاء كتير في الغردقه، عندنا عملاء كتير في شرم وخط الصعيد كله. ماكسيمم 24 اورز، وبيبقى المنتج عندهم ساعه طلب الاوردر. يعني يوم واحد بس. مهم قوي اقول للساده المشاهدين ان الكول سنتر متواجد 24 ساعه في اليوم. متواجد 7 ايام في الاسبوع، موجودين للرد على كل استفساراتكم. ولو عايزين تعرفوا عروضنا بتتكلموا على الارقام اللي ظهر على الشاشه. العروض ما انتوا قلتوها اللي هو الخصم 30%. 30% صح على عبوه ماسي. على عبوه ماسي. هي نفس العبوه ال 120 مللي لان كتير بيقولوا لي الدكتوره دينا هي نفس العبوه. معقوله عملتوا خصم 30% على نفس العبوه؟ ايوه عملنا خصم 30% على نفس العبوه. مش مصدقين حتى بعد الخصم؟ لا مش مصدقين. فاوريدي طبعا خصم على كميه محدوده. الكول سنتر زي ما قلت لك، لان يقول لك ايه البروجرام خلص فتلاقي الكول سنتر وقت البروجرام بس. لا في اي وقت تقدروا تتكلموا. هم قصدهم ساعه الحلقات. ساعه الحلقات شغالين بس. كل الوقت. لا شغالين 24 ساعه. مش موجود في الماركت. ليه بقى؟ ليه؟ ناس كتير بتسال قوي السؤال ده. اولا منع للتزييف والغش التجاري. تاني حاجه بنحب نسهل على كل العملاء بتوعنا ان هم لو اتكلموا على الارقام اللي ظاهره على الشاشه المنتج بيوصل لحد عندهم. احنا اوريدي موفرين مناديب في جميع انحاء الجمهوريه، في جميع محافظات مصر، فده اسهل. طبعا اسهل، يعني اسهل بكتير انك انت تنزلي تدوري على حاجه، انت قاعده وبتكلمي في التليفون والمنتج بيوصل لحد عند حضرتك. يعني النتيجه بتفرق من شخص للتاني؟ يعني بتفرق من طبيعه جلد لطبيعه طبعًا. جلد طبعا اكيد. يعني هي النتيجه بتبقى كويسه جدا طبعا من اول شهر، بس انت ممكن بتلاقي سيده عندها نمش زياده او سابته فتره فاوريدي غمق قوي، صبغت الميلانين زياده قوي. في سيده تانية عندها نمش بيبقى افتح، فدي بيبقى اسرع معاها النتيجه.
يعني اكيد كل حاجه بتفرق من طبيعه جلد لطبيعه جلد، لكن المحصله النهائيه انه كله لو عنده هالات سودة بتختفي، لو عنده خطوط بسيطه بتختفي، بشرته بتشد، بشرته بتنور، لان زي ما انت قلت بتبقى لكم 6 سنين بتجربوا على كل الوان وانواع انواع البشره. بشره الرجل بتختلف عن بشره السيده في الاستديو؟ هي نفس ثلاث طبقات الجلد، ممكن تبقى اسمك شويه بس هو نفس الجلد. فاوريدي استجابه البشره عند الرجال حلوه برده، وبالذات الرجال اللي ما بتحبش قصه الحقن يومنا. يعني اعتقد رجال كتير تقول لك لا 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 انا لسه هقعد احقن وشكلي مش عارفه ايه. ماسي دروجولد اوريدي عندنا فيدباك حلو قوي من الرجال، وبالذات الرجال اللي ما بتحبش حقن الفيلرز كمان. وبمناسبه الفيلر والبوتوكس يومنا طبعا بنصح باستخدام ماسي كمان مع الفئه اللي بتحب تحقن. بقول لكم ايه، انتوا ليكوا جمهور من السبعينات والثمانينات. ايوه الامراء بموت فيهم يعني. أيوة. حبايبي ربنا يديهم الصحه وطولة العمر. ليكم جمهور كبير قوي من السن ده طبعا كتير. ومبسوطين كمان من نتيجته جدا. يعني سيده في مصر الجديده عميله عندي برده بتقول يا دكتوره دينا ايه الكريم الروعه ده، اشكر لنا شركه ماسي كريم هايل. الكريم اداني يعني ادالها نضاره حلوه قوي، بتقول لي شكلي فعلا صغر في السن، دي حاجه مهمه جدا. كريم كله كولاجين، انت عارفه الفئه العمريه دي بيبقى عندها فقد في الكولاجين رهيب، فقد في الفيتامينز، فقد في ماده السيراميد، فقد في الهيالورونيك اسيد، فانت بتعوضي كل الفقدان ده بلس انك بتحط لها ذهب على بشرتك. كمان انتوا يعني عملتوا حاجه حلوه قوي انا شخصيا مبسوطه جدا منها. ماسي هير. ماسي هير حاجه طبعا للشعر كده محترمه. أيوة. حلوه للناس بقى اللي كانت تقعد تقول لي شعري بيقع، شعري ما بيطولش. أيوة. خفيف طبعا. هايش طبعا. الحاجات دي كلها ماسي هير. طبعا دي عبوه ماسي هير، ده سبراي علاجي للشعر. من اهم مميزاته انه بيعمل ستوب هير لوس. كتير مننا شعره بيقع، سيدات او رجال، وات ايفر بقى حاله نفسيه او اي حاجه، هو الشعر بيقع، الجو، وات ايفر. فانت تخيلي انك انت لما بتستخدمي ماسي هير من اول اسبوع بتلاحظي عدم تساقط الشعر. عندك حاجه مهمه قوي ان هو استيميليت الهير جروث، بيطول الشعر جدا وبيعمل استيميليشن او بيحفز البصيله انها تنتج شعر. حلو قوي الكلام وكمان بيعمل نورشنج، وبيعمل حاجه حلوه قوي انه بيغلف الشعرايه يومنا. يعني كل البنات بتحب شعرها يبقى عندها فوليوم. طبعا. فاوريدي ماسي يبان تقيل كده، يبان تقيل، هو اوريدي بيتقل الشعر، لان هو اولا هو فيه بانسينول، فيه جانسينج، فيه ماده مهمه قوي السوبالميتو. ماده السوبالميتو دي الماده المسؤوله عن وقف الانزيم المسؤول عن تساقط الشعر. عندك الكافيين، الكافيين بيطول عمر الشعرايه. الكافيين ده تحفه في الشعر طبعا، يجنن. الماده دي بتطول عمر الشعرايه بنسبه 33%. فانت اوريدي مع ماسي هير من اول شهر بتشوفي نتيجه حلوه قوي. اوريدي عمل عندنا كان عندهم فراغات في شعرهم، ومن اول شهر الشعر بدا ينبت، البيبي هير بدا يطلع، البيبي هير بدا يطلع. عندنا عملاء من السيدات عندهم الحته دي كان عندها فراغات الجبين، الجبين. فبتقولي انا مبسوطه ان الجبين البيبي هير بدا يطلع. اقول لكم تحكموا على اي منتج بتاع شعر كويس ولا لا، لما مع اسبوع او اتنين بتستخدموه تلاقوا الشعر الصغنن ده بدا يطلع. طبعا ده معناه انه المنتج حلو. والحلو يا يومنا كمان في ماسي هير انك انت وانس انك خلصتي الكورس بتاع ماسي هير، شعر ما بيرجعش يقع زي منتجات كتيره جدا موجوده للشعر. صح، دي مهمه جدا، لان هو مش موجود فيه العنصر اللي مسؤول عن ده، شايلينه شايلينه مش موجود. فانت تخيلي انت طبعا هو ماسي هير هو سبراي، برضو اوريه للساده المشاهدين، هو سبراي رش كده، رش اربع من اربعه لست بخات، وممكن نحطه على شعرنا، هو مش بيزيد خالص لانه هو اكوا، هو ميه، البيز بتاعه ميه مش اويل، مش زيت، مش زيت. وكمان متصنع بطريقه النانو، بيقدر يخترق الفروه او يوصل للبصيله بسرعه جدا. ليه ميزه ثانيه ان هو بيأخر نمو الشيب او بيأخر نمو الشعر الابيض. والله دي ميزه لوحدها ما تتقدرش بثمن. طبعا بجد طبعا والله. طبعا. وتلاقي بنات عندها 20 سنه عندها شعر ابيض بتتضايق، بتتكسف، صبغه بقى وحاجات، بيضطر يصبغ. وبعدين تلاقي بنات تتخض، ايه ده، هو انا عجزت، هو انا شعري ابيض ليه؟ بس ده بيحصل، بيبقى وراثة فعلا. فهو في ميزه حلوه ان هو بيأخر نمو الشعر الابيض، يأخر نمو الشعر الابيض ويطلع ايه قلتي لي، بيطلع شعرتين، شعرتين في البصيله. طب حلو ده، بيتقل الشعر، بيتقل الشعر، بيعالج التقصيف. مهم قوي ان انا شعري تقيل من فوق ويفضل تقيل من تحت، مش تقيل من فوق وينزل. الناس شعرها من فوق كويس ومن تحت بالظبط، فهو بتلاقي شعرك عامل زي شعر مع ماسي هير فعلا. عارفه شعر الهنود
مش بقول لك الاكستنشن الهندي اغلى. انا دايما بسال اصلا ايه، انا بحب منتجاتكم جدا بستخدمها، بس انا برضو بحب اسال. طبعا اقعد اسال كده ايه الاخبار يعني، اعرف يعني الفيدباك ايه. فالناس مبسوطه بجد جدا، مبسوطه جدا جدا من النتائج يعني حلو يعني، ببقى مبسوطه، بيديني ثقه اكتر انه طبعاً اتكلم عن الحاجات بتاعتكم. طبعا ففي عرض على ماسي هير كمان، في عرض حلو قوي، خصم 18% من سعر ماسي هير الاساسي. العرض على كميه محدوده، اتمنى ان كل الساده المشاهدين يقدروا يحصلوا على ماسي هير كمان. في حاجه حلوه قوي شركه ماسي عاملاها، ان احنا لو اشترينا او اخذنا ماسي هير مع ماسي دروجولد بيحصل خصم اضافي عن خصم العرض. عايزين تعرفوا عروضنا تقدروا تتكلموا من خلال الارقام اللي ظاهره على الشاشه، يعني تعملوا لهم خصم كمان على الخصم الموجود. على الخصم موجود. طب يلا بقى اهو. طبعا شركه ماسي يعني بتشد طلبات العمل. طبعا عملتوا اللي عليكم وزياده بصراحه. ماسي هير بيتغسل؟ قلت لي بيتغسل ولا لا. بيتحط ويتساب؟ بيتحط ويتساب، وطبعا انا بنصح ان احنا نغسل شعرنا مره كل 3 ايام عشان ما يعني قصه ان انا اسيب شعري بالاسبوع ما يتغسلش. لا لا لا. اوريدي الزيوت بتكتم الفروه مش للدرجه دي، فانا استخدم اغسل شعري مره كل 3 ايام واستخدم ماسي هير يوميا. رجال كتير بتسال عليه قوي على فكره، ده مش قادر اقول لك الرسائل كتير بيبعتوا لي على مش قادر اقول لك. رجال اصلا مبسوطه جدا من النتيجه. ورجال ما يبقاش عندها يعني، انا بقول الصلع التام طبعا بفضل زراعه شعر، لكن الشعر الخفيف بنلحقه بماسي هير لانه اوريدي بتبقى البصيله موجوده بس ضعيفه. فانت حاطه مكونات في ماسي هير بتصحصح، بتعيش البصيلة، بتديها حياة تاني. عندك الجينسينج رهيب، بيعمل ستيموليشن، بيعمل تنشيط للدورة الدموية، الكافيين، السوبالميتو، كل الحاجات دي، في فيتامينز كمان، كل الحاجات دي بتنشط لك البصيلة. فعلى طول بقول أي رجل شعره بدأ يخف بدل ما يزرع شعر او مش عايزين نزرع شعر، لو صلع خالص، لو اطلعت خالص طبعا دي بتبقى زراعه. انا بفضل يعني لو مفيش شعر خالص، لكن لو في شعر وبدا يقع، لاحظت انه بدا يقع وبدا يخف، على طول تلحقه بماسي هير. كمان الستات لازم تهتم جدا بشعرها، خاصه بعد مراحل الحمل والرضاعه، واحنا عمالين نخس ونتخن قصص كتير بنمر بيها بتاثر. أيوة. على شعرنا بشكل رهيب، انت مش متخيل. وبعدين بنقعد نصبغ، وبعدين بنقعد يعني بنعمل عمايل صعبه بصراحه. لا واحنا من نوع لو مثلا اي ست جالها شويه زهقانه تغير لون شعرها، ممكن تغير لون هي شعرها. هو الزهق مبدئيا. أيوة. بيطلع. أيوة. على الشعر. أيوة. اول حاجه. أيوة صح. بجد والله. صح. اي واحده نفسيتها تتضايق شويه تروح عامله في شعرها اي كارثه، اقص شعري اصبغه، اي كارثه وتندم عليها بعد كده. أيوة. اللي هو شعرها قد كده طب ليه او تلونه، تديها لون بايظ خالص ما ينفعش يدمر شعرها. فمع الصبغه يعني ممكن اقدر اصبغ معاه واعمل طبعا ده هو بيعالج تلف الشعر. يعني انت مع ماسي هير بيعالج التقصيف والتلف اللي حصل في الشعر، وبيغلف لك الشعرايه، بيخلي الدانستي او السمك الشعرايه اتقل، اوريدي بيحمي الشعر من كل الصبغات والاستشوار والفير والحاجات دي. اذا ماسي درو جولد منتج هايل للبشره، ماسي هير منتج هايل للشعر. فكري السادة المشاهدين بالعرض بتاع ده والعرض بتاع ده قبل ما نختم حلقتنا. عرض طبعا شركه ماسي فارم على ماسي دروجولد، خصم 30% من سعره الاساسي، على ماسي هير خصم 18% من سعره الاساسي، بلس لو اخذنا علبه ماسي دروجولد مع ماسي هير بيحصل خصم اضافي عن خصم اللي انا قلت عليه. عايزين تعرفوا خصوماتنا وعروضنا تتكلموا على الارقام اللي ظاهره على الشاشه. بشكرك على وجودك معايا دكتوره دينا، بشكركم جدا على حسن متابعتكم، ودايما يا رب نكون ضيوف كفاف على حضراتكم. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معاكم يمنى طولان، سلام عليكم. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار، والكولاجين، والهايلورونيك أسيد، والسيرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin.
The Massey Duro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Massey Duro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Massey Duro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Massey Duro Gold خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Massey Duro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing, and facelifting. Massey Duro Gold من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Massey Duro Gold, your skin will look radiantly, softer, and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.